بقيت مسألة وهي قضية من الذي يرد خلف المؤذن. طبعا أي مسلم طيب إذا كان الإنسان يصلي هل يرد على المؤذن ولا ما يرد؟ إذا كان في فريضة فلا يرد على المؤذن، إذا كان في نافلة هناك قول أنه يرد وهناك قول لا يرد، والجمهور على أنه لا يرد على المؤذن. لو كان يتوضأ يرد على المؤذن إن شاء الله تعالى، لو كان يتخلى يقضي حاجته صحيح أنه لا يرد على المؤذن، لو كان مشغولا يعني أحيانا مثلا يكون قاعد يقول سالفة مثلا أو يسمع درس أو شيء وأذن، فلا مانع أنه يعني يسمع الأذان ثم يرده بعد ذلك كله. يعني أذكر كان حتى في درس شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أحيانا يكون يشرح المسألة فيأذن المؤذن يكمل في شرحه، تلقى ما يخلص من الشرح إلا عند حي على الصلاة، فيبدأ يعيد الذي قاله المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، يعيده. يعني لا بأس أن تتأخر بالرد إذا كانت هناك يعني حاجة أنك ترد عليه. طيب لو سمعت الأذان من المذياع من الراديو مثلا أو من التلفزيون مثلا، هل ترد عليه أو مسجل، هل ترد عليه أو لا ترد عليه؟ الصحيح والعلم عند الله تبارك، إن كان مباشرا الآن يؤذن ترد عليه، أما إذا كان تسجيلا فلا ترد عليه إنه لا يؤذن الآن، وإنما ترد عليه إذا كان مباشرا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.